فيكم الزينة القوة في أهل البزنس كفو، يا أهل البزنس كفو، بالسوالف والفوايد والنوادر والقصص. السلام عليكم. السلام. مساك الله بالخير. النور والسرور. حياك الله. طال عمرك. الله يعافيك ويطول عمرك. كيف الحال؟ الله يبيك. عرفنا باسمك. عايض المحترف. ونعم يا عايض. معلك زود شهراني. ونعم يا عايض. من هالبيشة جايين نعيش الرياليتي ونعيش الحياة الواقعية ونقدم كل ما عندنا. دخلونا بس مع القرية وزهلوا الأمور الثانية. تعيش الحياة الواقعية يعني في حياتك الواقعية الفعلية. نعم. ما عشتها يعني؟ نعم. لا عايشين بنعيشها هنا أكثر وقت. عن جاي طبق الحياة الواقعية اللي في بيشة. نعم. هناك. نعم. وجاي طبق. نعم. نعم. بإذن واحد أحد. طيب كم عمرك؟ عمري 30 سنة. العمر كله إن شاء الله. جعلك تسأل. الموهبة أو شيء؟ والله أنا أرى أني مقدم، لكن شفنا اللي دخلوا هنا عززتوا لهم نقاط القوة، قويت عندهم نقاط الضعف وطلعوا غير عن ما دخلوا. جينا نخوض التجربة لعل وعسى أن نحب الشعر، نحب القصيدة، نحب السوالف الزينة. متابع البرامج الواقعية؟ إي نعم، متابع البرامج الواقعية وبإذن الله أن نعيش. هل في أحد من الأشخاص تقول هذا الشخص يمثلني في البرنامج الواقعي ولا تشوف أن أنت شخص متفرد؟ لا 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 لا، في البرامج ولا في اي مجال ما في احد، كل شخص يمثل نفسه. يمثل نفسه بس تشوف هذا الشخص هذا والله طريقته او كاريزمته مثل طريقتي، مثل كاريزمي، مثل تفكيري، مثل. لا انت تشوف انك متفرد يعني. شوف اني شخصيتي تخصني وتمثلني، يمكن اتفق معه في بعض النقاط، امور انا وياه متشابهين فيها. احس انك نفسيه. انا ما ادري نفسيه. ايه بتأكد. الله يوفقك التوفيق الطيب ان شاء الله وقدامك اللجنة خطوة ثانية. يا مرحبا بك. وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوة في أهل البزنس كفو، يا أهل البزنس كفو. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. شلونك طيب؟ شحالك طال عمرك؟ ها ابتسامتك حلوة. أنت مقدم؟ نعم. طلبات؟ قدم طلبات، قدم برامج طالبك. الهيئة لا توحي. وش الفرق بينك وبين الوردة؟ مثل الفرق بينك وبين الكوب. جميل حبيبي. خطير. سمتك جميلة. تسلم حبيبي. توقع أنك تستبعد أول واحد أنت. والله هذا لأن الكوميديا الزايدة ما هي بزينة. ليه؟ تخليك سامج. التصنع يخليك سامج. أنت متصنع الحين؟ لأني أحس أنك سامج. إحساسك. شكرا لك. هل احساسك دائما صحيح؟ مع السلامة. تسلم. الله يوفقك. وياك. وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوة في اهل البزنس كفو، يا اهل البزنس كفو. القيح على اسود وابيض. مرحب. تبقى يا مرحب. يا مرحبا. حبيت ابراهيم الظني راح على دم. وارحب. البركة. حالك طال عمرك. الله يبارك ايامك. مساك الخير. ارضى عليك. شحالك طال عمرك؟ شو كريم. عايض المحترف شهراني طال عمرك. أيوة عمر ثاني. إذا أنا حبيتك. القلوب. لازم تكون متواجد. أكيد. إذا أنت جت لك شوي يعني بعض المتسابقين اللي. تسوي ظريف. الله. لا مو مسوي ظريف يعني ما أدري. يعني ما يدري ما يفرق بين التلفزيون الظاهر ولا يفرق بين الجوال ولا يفرق بين يجلس بين إخوانه. لا هذا التلفزيون هذه شاشة كله يمثل نفسه. الله يرضى عليك. كله يمثل النسخة واحدة إذا ربي يوفقكم. بإذن الله. لازم تكون موجود. بإذن الله. وآمن. التفاعل لابد منه ودعوة عجوزي إن شاء الله توصلني النهاية. شفتوا. بإذن واحدة. شفتوا كيف يبرق المتسابق على المتسابق. كيفني بس معك. كيفك توريك. وياك طبعا. إذا حطوك رقم منه ده علمني عشان صوت. حبيب قلبي عالم البزنس شطاره، يا اهل البزنس كفو، يا اهل البزنس كفو. الحماس من البدايه بين تتويج النهايه، للتحدي فيه رايه، يا اهل البزنس كفو، يا اهل البزنس كفو. هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي، هلا فيكم تزين القوة في أهل البزنس.